بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمرون الناس ذاتك ميا سريسين أولا يألا بالبر سنخل ميا سريسين بر وحالي لفاه رمى وصول على اسم جامع لكل خير عليها وأن الله قل ملع الخير دماء انتيس وعاكم ميا نبي عليه السلام من الله ميا ايه دينة محمد كسو ماذا حق ويعيده جلال وتنصون من كتبيسين أولا إلهي أنفسكم نفتين نما كتبيسين ونفتين وعليه يؤمن عمل سريسين ميا نفتين والحال أنتم إذن كنا تدروا هالكتابة كتاب في أدخليسي وعمرك يا سابدنا لوضيه في بيجا أي شيء أيضا أحرم ولا في بيجا أي كتاب تبي أخينا أي أنطوري أي واحد علم نوي ما يغفت بي علم نوي هو كتاب في أخينا أي عمل كنو كتب أي وشيء أيضا يسيف أرحمه فيريد حقية لو يعيد أو غفت في كوهما أي قول إيه عمل إسكراسا كوهما أي إيه أيضا يدفل فيه أفلا تعقون سوى قرمي سينو إلهي فعل كلمة في الحمدية ما اطلع لك عنه وفعينوك على الميستة وبإلهي بالصبر صلى فيك على الميستة والصلاة السعادة لك على الميستة وإنها تراضي ولا على كبيرة ومدع رسول إلهي إلا على الخاشعين هو خاشعين تأيسن هو أصل الميان هذا أيضا أمرك كان وعليا لي ولد هذا الرسول هنا لي يهودا هدوي وعكلا يقول تعالى إذا خدام كانوا مسلمين يهودا وقد حيا هذه الى رسالة خباب كان مسلمين تعيو اسم ناري ايضا وحينا ونسى جملة مؤخرة لا اوكرا ده شيء تسدع الزهد الوي هذه الى علماء اليهود على التركيز للي يبث للي ايو علماء الاسلام كما جران وحينا ونسى هذه اسكا ونسى مركا سيد مؤخرة لا نغنس الهي مركا يغدا وفتا ايموكا الميستو الالهي ابن ظلم هو تعالى امور كله كالما ضلب امورهين ايوكا الميستان ايسان بالصبر طبق قول الالهي صار هو عليه إن نفك الواحد بسواه كان يسوع معايا لأن من كانوا وإيتهنا إن إنه عن رسولك عليه الصلاة والسلام أيه كبقى ما سبت الدنيا من درجة الدين سكين اللي كمان مركو عليه نفك الواحد بسواه كان يسوع مصائبة هي داعين كل معاصينا على قوة صار كذا يجلس سد على صبر على مصيبة صبر على صبر على مصيبة صبر ما رقيا على دوام داع داعي لدائما وصبر عليه وصبر على المعاصي معاصي ولا صبر عليه وانا نقصك خلوهي قفك كامل كان وحاولي الصبر كسد عزيز ساتقيم وقفك حقيقي او سميي ايه وحالي اذا قص صابر او حقيقي اخ وفا ياتي سراد يا كالميسة والالهي سراد كالميسة هذا سراد يجيب هو على الوقت يريه لي شان يجيب على الوينين يا معي الحديث او اوهي حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم نو اوهي اذا حزنه امر امر ملك ومرجيه بادر الى الصلاة سراد يجيبه سراد سراد الى سراد الحاجة وي مرخ سراد وعلى كالميسان يا هو قفك هدي وعوي امور اي كل عدو اي امور اي قصص اما دفعات اي اتماله وعلى هذا انه الله هل اوي دخله ومرخ سراد الحاجة اله او بريه سن اله سبحانه وتعالى او باب وفر الهوي مرخصين اله وانها سراد الى كبيرة الى صغيرة ومدع رسول اله سراد الى عرسته يلا رسينا بك سارق سرادك سراد الى عرسته منافقين تواطون إلهي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قصارى مركز الصلاة دي يستاذان وعليه أيضا يحسن عليه أدجية أليه يستاذان هذا هو مركز عليه الصلاة ويعرصت يا إلهي يقفك ويفو يمه يانه وعبي الله صلى الله عليه وسلم الله يقول عي إلا على الخاشعين كوا خاشعين تهو الله يقول شو عي قلت انكو أسلم يانه بدك أسكن عصلة ربوي وعلم إلينا وي المحبين على الداعة إلى إذا عزيز كل جاء رؤي شوي وقلوبك وما يقع في شوي حديث كنا وقوى يا صحيح يا خير ما يكون العدل من ربي وهو ساجد أدوك مرك الله يديه وأمرك يسجد سيئي لك النبي جاء نوى قولة سعادة وجاء قرة عيني في الصلاة إن دهيج قبول سجد سعادة يا لي يا لي مرك سعادة وحيوي إنت خاشع إنت أو وناسا سعادة كما عصلة لكن ذلك انتي سكرة سعادة وخلصة ذلك تاريو صلاتك وعرفي سامعانك ومن أيو شغير يا هاي حمال قاضي ذلك حماليين تعوي وحن وحكا التوالي قاضي سرادة أو عوي خلاصة أنكوه من الدخلة لمكرو
الذين عيد إلى خاشعين تعلقت فيها الذين خاشعين تصير يظنون يقينين لما يماشى يقيني يظنون يقينين أنهم عليهم ملاقوا حبهم حب غيرنا لكل معين إله سبحانه وتعالى بعث يقول لكل معين قيامه حسابا وأنهم عيبون إليه إلى الله الحجيث فارجعون وهم قائمين يجيب في معين الذين كوا صير يظنون يقينين أنهم عليهم ملاقوا حبهم حب غيرنا لكل معين وأنهم عيبون إليه إلى الله الحجيث هذا هو الذي يجب ان يكون هذا هو الذي يجب ان يكون يدها وين يسوع العليا ليلي محيرة كيها رأي مكان أيها فصل ليره وقرقا ليلي وعلي وسع يوم بصبر وسع راسي لاسه أيها وأي مركز احتمالي سي إن مركز عام أي تايو يسنين تأيه اللي يلجيه إيه مركز يهود اللي يلجيه إيه مركزون إلهي حصوص صوت إلهي سبحانه وتعالى اذكري حصوص نعمة فيها نعمة ليلة نعمة حصوصيه وإن شوف رويدة ليلي مادو الله فيه نعمة سوء أنعمت عليكم أن يكون نعمي وأن يعني فللتكم إنا إذا فلل الحصول صوداي على العالمين عالمين كان يتفلل عالمين كان على عالمين كمان هي وهي جن كيد الجوغي أو عقاء هاي أي أهد من إسرائيل وخلاله ما كان أهد حصوصان ويشوف رويد لي مادان أي أهد من إسرائيل عالمين كمان هي أي أهد من إسرائيل أعد إن هد من إسرائيل خلاله وأن يخلل معنى هم كساس معهوي ومثل عمل لا إله يصلي لي رسول كان عليه في أنبياء لنا يصلي لي هو عالمي ثمان هم يي وتقول كعب صلى الله إله يوما يوم كعب صلى معنى يوم كعب صلى عليه يوم كعب صلى لا تجزي يتم ديقي لنفس النفس عن نفس النفس ترى شيء شيء يتم ديقي ما ينف نفعه يتم كرم يوا يوم القيامة وعلى ذلك عن نفس ثاني نفوس هو كفارته وي قال له حبيبي إلا الخطر المجفت إلا هو الخطر معي وقفك ممكا وقاتل الخطر معي أيضا ما كمان في ليسو إلا يسوي شفيع عيو أم يبي يشفيع عيان شو هذا يبي يشفيع عيان ومن ترى يسوي شفيع عيان وحصل عيان إلهي الناس سبحانه وتعالى وقف الله عيو أتري شو عيو أنت مركز يعني استوى غيبهين أيها هي سوتري مو أبقى مسلم كافر وحصل معي كافر نعيد وحصل معي وتقول كعب صلوا ده إلهي يوم من يوم كاسيل لا تزيد يسد يقين نفس النفس عن نفس النفس شيء شيء يسد يقين الله يوم القيامة ولا يقبل أنا لا أقبل أنا ولا تقبل لي مما نفك فجأة شفاعة شفاعة لا يقبلني ليس لها شفاعة ولا أقبل محايرة فاتت هذه دونها سيكيدون صورة شعراء فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ما أنت وح شفيع يا مسلمان صديق ومركز عوي حميم أنا من لهم أتي ليه ولا يخذ على قارين مما نفك فجأة أذن فرشاء لا يقارين فرشاء لا يقارين وحمر فرشاء لا يقارين محايرة كافرك أدير عوي وحكة تعلقما فرعي رحمه عليه لا يتقى هذا ما يؤ ولا يؤخذ أن قادين منها نفسها فجيرة أدن فرشاء لقادين ولا هم إلى ما هاي نفوس ينصرون كل يجرزار ما رمتها الطبقه الله سبحانه وتعالى يذكروا حصول صوداء إله يده إذ وقت نجيناكم أن ينككرني سيد الإسرائيل أعوي نعمد الله وكرتسيايا من آل فرعون فرعون آل كيف أن ينككرني هذا قرد على لقد بابا وقرد زمن كنبي نجوكي أباوي بيسل رجيلا وهل يذن معي معايا العيوب مركاتي إيه أبادي ذي الوين أمي أيها الحصوصين أيها معايا لويه أبادي ذي الوين أمي نعمل سقفك فرعاني ويصوص رعيسا من آل فرعون فرعون آل كيسا أن تكرني يصومونكم حالي جيد بن سينايين سوى العذاب عذاب كيسحن عذاب كيسحن جيد بن سينايين مركاتي أيها الفصير أيها أبدا أنا يا عذاب وحا وحاي يذبحون ويقول عيين أولي إلهي أبناءكم يلشين يقول عيين ويسهلون ويسكب عقلي العين نساءكم هو يمكن ويسكب عين وفي ذلك فينا سوء عذابك أن بقي جهة بلاء ابتلاء يا القوص ونعمان نعمين بلاء سوء من ربكم حق رد جينا كهذي بلاء سوء عظيم الأولين إله يقول الله سبحانه وتعالى وحا حسوستين وشوف جيدا لك ماذا مرفع ينتخرنا يا آل فرعون ويجيب ابن سينا عذاب كيسهم عذاب كيولا ابن سينا إذا يعدوا حوضا يذبحوا ويقولوا يا رب الله أبناءكم يرشينا ويستحرون نساءكم أي يمكن أن يكتب بعض الولايين معنى الكهنة البرقوب من كافنا أيها الحوض أي أو قبع فرعون أنك أور هرب من إسرائيل قد ردونا أيها الموت ذاك إنه باب أصابون نقون أي مركز يمير كده شوابين هل يقول أيها الحوض
firaaraha waxa ku riyadaa la yidhi naar oo shaam ka soo baxday ee guriga dabdiyiinta baabi'isay xeedin isaayna xeedtay markaasaa ninkaas kaahinka hal fasiro waxa ku fasiray in aluka soo bixi doono xeedin isaayin ninkiisoo baabi'in doono maxaa yeele kuyaanadu marba fasirkooda uu sax iska noqdaa wafii dalikum kiimaa sawdhahay lamirka haddii cadaabta loo celiyo balaa waxay noqonaysaa isee weeye wafii haddii injaha loo celiyana balaa waxay noqonaysaa incaam weeye wafii dalikum kiinaas oo cadaabta balaa'un balaa ayaa ku sugan ama wafii dalikum korintiinaas balaa'un nimcayn ayaa ku sugan balaahaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaday balaahaasoo cadiib mooweyn haddana ilaahay wuxuu dhahay idinku ruux xasuusta id waqti fararnaa bikum aa idin dhambalnay fararnaa aanu dhambalnay bikum bisaabikum idinka sababkiina albaxra badda aan dhambalnay ilaa aad gashaan idinkuu ka cadhadaysiin aday idin fircoon ahay faanjaynaakum biidnagaanu idin korino udha ilaahay oo waxaan idinka korinay darab ka dhacay oo ku dhacay fircoon iyo quladiisi waakadnaa waan maashaynay aala fircoona fircoon aalkiisina waan maashaynay iyo intala jirtay walxaal antum idinkuna kan guruu aad fiirinaysiin reer banu isaayow walxaal antum idinku atan guruu aad fiirisa baddeed isuu dagoomayso dadkuu xasuusow dhaadana alle id waqti waacadna aan la yaboohtanay muuse nabi muuse arbaciina leylatan afartan habeen aanu kula yaboohtanay suma bacdii yarowna ilaahay id takhadtum waxaad yeelateen alcidla dibiga ayaad ilaah ka yeelateen min bacdii muuse bacdigiisa walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aatihiin haddana waxaa ilaahay noogu waramaya qabaa'ixdi ay sameeyeen wax ka mid a wadku ruu xasuusowna ilaahay id waqti waacadna aanu la yabo waacadna haddii siyaasi mufaacay noqonaysa waacadnaana markaas aan u yaboohnay weeye muuse nabi muuse arbaciina leylatan afarta habeen waa markii nabi muuse tawreed laga soo siinayay dhuur jaboobuh laga soo siinayay oo waxa weye haddii ilaahay baa waan ku tegi doonaa oo soo soomaayay ee markii uu halkaas yimaado waxa weye kitaabka tawreed la soo siinayay arbaciina leylatan afartan habeen weeye oo markii ay goobay tawreed la siinayay weeye si aad ugu camal fashaan suma bacdi yalowna ilaahay itakhadtum waxaad ka yeelateen reer binu israa'iilow alcidla dibigi min bacdii muuse bacdigiisa ayaad ilaah ka yeelateen walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aatiin ilaahay wuxuu yidhi suma bacdi yacfawnaa waanu cafinay cankum xaggiina waanu cafinay dibigii ay caabudayeenoo saamiri haddii ilaahay baa qasadiisa waan kuteli doonaa oo u dhalaaniyey waxau ahay saamirigaana nin ibnu sinaha walaadu sinaha u ahay hooyadiisa ayaa meel buura ku dhashay markaasaa saa la sheegay kolkaasay wada tagtay ayadoo qoonkeeda ka baqaysa inay wax u geystaan say jibriilaa soo koriyaa la yidhi markaasuu waraabi jiray fartiisa caana ayuu ka waraabi jiraa la yidhi waxuu gara jira markaasi say jibriil ayuu gara jiraa la yidhi oo arki jira waa imaa jiray raadkiisa meeshuu faraskiisa raadkiisa ku joogsadana haddii shay meyda oo dhintay lagu dejiyo waa noolaanayay oo geedaha markaas qalalkaa markuu ku joogsaday ayuu noolaanayay meeshaasuu markaasu waxaasuu ka saamay markaasuu waxa weeye dibi ayuu sameeyey khayskii oo waxa weye ambata raadkii say jibriil ayuu cara kasoo qaatay markaasuu ku shubay markaasuu waxa u noqday dibi oo booraaya haddii ilaahay yidhahdana waxa uu tegi doonaa suuradaha kaloo soo socda munaafiq ayuu ahay reer binu israa'iil ka mid a markaasay dibigaasay caabudeen ilaa 12,000 mooyaane alla markaas wuxuu dhahay subxaana watacaala suma cafuuna waanu idin cafinay cankum xaggiina ee dunuubkii waa idinka tirnay min bacdi dalika iyo aakadaas bacdigeeda lacallakum inaa tashkuruuna ay shukristaan ow dha ilaahay haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wadkuruu xasuusta reer binu israa'iilow id waqti aatayna aanu siinay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabka aan siinay nabiyullaahi muuse markii kitaabku tawreed ahay aanu siinay xasuusta ow dha ilaahay iyo walfurqaana furqaanteedda furqaantaa warka cafu tafsiir weeye kitaabka laftirkiisaa loola jeedaa oo waxa weeye alfaarik bayn alxaqi waalbaadili waalxalaali waalxaraam waa mid xaq iyo baadil kala saaraaya xalaal iyo xaaraam kala saaraaya lacallakum inaa tahtaduuna aad hanuuntaan oo kitaabkaas aad ku hanuuntaan baa idigu hanuuntaan ilaahay wuxuu dhahaa haddana subxaana watacaala wadkuruu xasuusa reer binu israa'iilow id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qoonkiisa oo u dhahay yaa qoomi qoonkeegiyow innakum idinku dalamtum waa dulmiseen anfusakum naftiina ayaa dulmiseen biittikhaadikum yeelashadiinna ayaadna ku dulmiseen alcidla dibigii ilaahaad ka yeelateen fatuubuu u noqda ilaa baari'ikum khaaliqiina idin abuuray u noqda faqtuluu dila anfusakum naftiina dila daalikum kaas oo dilka ayaa khayrun lakum idin khayr badan cinda baari'ikum allaha khaaliqiina agtiisa idin khayr badan fataaba dibeedna waanu ku soo noqonowdha ilaahay calaykum korkiinoo tuubadiinni aan aqbalnay markaad islayseen bacdigeeda innahu allana huwa tawaabu allihi tawba aqbalid badan weeye arraxiimu allihi naxariiso weeye alla subxaanahu watacaala marka haddaan halkan ilaahay subxaanahu watacaala
انتقاماتك رير بنو إسرائيل وسمي مركي معاصي ذا قلين أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغو رمي توبادي وحي أون نغضي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوشي غي مركا أمديها أنغا نغو ري أمور توا أي كوات كيديو سيدي أنغا وكالين تودو دين تينو دينو اليسر والسماحة أي تاي دينو هوغو مأيسان هين محايلا وحبادان أي إسكو أتكيين مركا سا وحاكو تميدي من شدد شديد قفك وحسو أتكيين أصغن إلهي سبحانه وتعالى وكو أتكينا يا مركا ديبي مركا عابدين بعدي أيا توبدودي وحالا قدقي إني أياغو مركا سي استلان قاب كان مارته يسو دلان إلهي تاسو حصوصنا يا مركا مركا صود إلهي واذكرو حصوص طود إلهي إذ وقت قال أوير موسى نبي موسى لقومه قوم كي سعودهي وديبي كوي ديبي عابدي يا قومي قوم كي يو إنكم إنكم ظلمتم ما ظلمسين أنفسكم نفتين أيا ظلمسين وحادنا كو ظلمسين باتخاذكم يالشدين العجل الدبي إلهات كيالتين فتوبوا النقضة إلى بارئكم أما إلى بارئكم محاترا معنا إسكب الدير مايان خالقين النقضة وإله إذن أبوري النقضة وعبادة الدبي غاسك النقضة وكالتوبة كينا سيوي مركز توبضوا فاقتلوا الدلاء أيوضا أنفسكم نفتين الدلاء معناه وهوية ليقتل البريء منكم المجرم متكين بريئة أو أن دنبق لهين متك مجرم كأهدلو ذلكم كينا سوء دلك أيا خير لكم إذن خير بضن عند بريئكم خالقين أكتيسة كاس أيا إذن خير بضن مركا أرنتاس أيا الله سبحانه وتعالى أو كردغي توبدود أو كردغي رير بنو إسرائيل ومتك بريئة متك كالهدلو وحال لوري دمانتوت أيا وحال أمرا ليري إن أي مارت أي حنجيرتان أي مركا سوى حوية نوال بمركا سي إنو دقالما أو وحدلو أسو جيستو مركا متك أيا كميدا أيا وحال نعيسا ولال كيس إنو دلو ويل كيس إنو دلو أرنتا سا مركا وحاوية لبكو نغتالي نبي الله موسى أي أرنتا أشاكتين نبي موسى وإله ربي يسو أتضرعي محايا يلا هذا متك بريئة متك كالهد لأيالي وها إمانا يسا مركا نين إنو ولا الكيس دلو أما ويل كيس دلو إسلا مركا سن نفطي أسامحي ويس نبي الله موسى ربي أتضرعي مركا سا إلهي ضرور أيو قصود دري ضرور أيال قصود دري أمدو ومقديا وي oo markaas ninba ninka kala yaqaan aan la arag ninka kala yaqaan aan la arag markaas ay saasay isku laayeen markaas waxa waaye 70,000 ayay maaratay ahay iska dileen 70,000 ayay iska dileen ilaahay markaa wuxuu dhahay subhaanahu wa ta'ala wadhkuru xusuusta u dhahay ilaahay id waqti qaala u yiri muusa nabi muuse liqoomi qoonkiisa u dhahay innakum idinku dhalamtum ma dhulmiseen أنفسكم نفتين أياد المسين باتخاذكم يلشدين أيادنا كد المسين العجل ديبقي إله أتكيالتين فتوبوا النقضة إلى بارئكم خالقين النقضة وعبادة داس ديبقي أد عابدين كالتوبك هنا توبضنا واسدة تنو إلى يحور فاقتلوا الدلة أنفسكم نفتين الدلة ذلكم كيناس أو قدرقة أيا خير لكم إذن خير بدن عند بارئكم خالقين أكتيس مركا أرنتا سي أصمي لهايين أيا إلهي وفجيو سان هرو صو شاقني أو صو أرورتي ضرور مدو أيا إلهي قصو ديري سيو حوي لألّا يبصر بعضهم بعضا وي سياني أي سي أسو أركينو سي أسوون حريسانين إلا مركا سي إسكد دلين تضباطن كون إسكد دلين مالين كالية أيا تضباطن كون أي إسكد دلينو توبدو دي دل كاس أيا لغد لغد مركا دي وحوي دل كالفتر كيسو waa nooc aday umad hadda islaay haysa sida hadda umadahan maanta muslimiinta oo islaaynaa Soomaalidu ay ka mid tahay waxa weeye waa nooc markaasi cadaab ah waa dadkaasi dambi ay galeen jasihiisi ayaa saas maartaa noqonaysa dadkii markaasi inay islaayaan waa cadaab weeye cadaab dunyada waay oo qof walba qofka kale dhigiisa uu jirinaayo oo laynaayo oo min walba maartaa maalin walba dil iyo balaay ay taagan tahay dambi la galay waay لكن waxa nasiib darro hadda maanta ku ah umada ummatul muhammad qara hadda dadka maanta islaaynaya ayaga waxa weeye toobo u noqomay sirir binu isay toobayba u ahaday laakin dadkan hadda dambigiyo ku sii ziyada ay carada ilaahay ku sii badanaysa weeye isla markaasna cadaabna waa ay ku tahay marka dilka laftirkiisu dadku islaaynayaan
waxay ka mid tahay maaragtay nooc min alcadaab weeye, waa dembi la galay waaye, dunuub la galay, wax ka dhashay weeye. dunuubta amara dilka dilkan iska socda oo aan dhammaadka lahayn, oo maalin walba qola isu diiman tahay, oo qola isu cusub tahay, maalin walba qola ay markaas waxa weeye ayna isdishay taagantahay, waxaas waa cadaab waaye. dad cid jooji kartana ma jirto, maxaayle dadka ilaahay cadaab u soo ratibay waaye. waxayna markaasi uga hari kartaa inay dembigooda ictiraafaan oo ay rabbi u tawbo keenaan. haddaan ilaahay loo tawbo keenin, cadaabkaas waa sii soconaya in la islaayo. ama nooc kale ilaahay ka dhigaya oo markaasi musaa'ibtu waa fara badan tahay, wax kale haddana ilaahay ka dhigaya. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, fataaba dibeedna alla waa ku soo noqday calaykum korkiino, intaas markaad islayseen ayaa ilaahay towbadiinna aqbalayo. saas ayaa waxaa laydin kaga dhigay in markaasi towbadiinna lagu aqbalo ilaa islaysiin. marka hadda dadkaas hadda ayaga waxyi ay aheedayo nabiyullaahi muuse ilaahay waxyooday inay markaasi saas ay sameeyaan oo isdilaan oo saas markaasi ay ku dahirsamaan, laakiin hadda annaga dilkaan isdahilayno midaanu ku dahirsamayna maahine, waa mid cadho ilaahay kasii ratibmayso. maxaa yeele waa shay mamnuuc ah oo muxaram ah oo kabaa'ira weeye markaasi, oo cadhadii ilaahay ay kusii badanayso maalin walba in dhiig lasii daadinayo oo xaaraama. innahu allana huwa tawaabu, allihii tawba aqbalid badan weeye, arraxiimu, allihii naxariisa weeye. haddana alla wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta haddana reer binu israa'iilow, id waati qultum aad ahdeen, yaa muusaa muusow, lan nu'mina laka annagu kuu rumay mayno, xataa nara llaaha alla intaan ka arkayno, jahratan si muuqatoo cayaan ah, fa akhadatkum dibeedna idin qabatay assaaciqatu qaylada idin qabatay, walxaal antum idinkuna tanduruuna aad fiirinaysaan waxa idinku degaya. qabaa'ixdoodii baa hadda haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tirinayaa. ilaahay wuxuu dhahay haddana subxaanahu wa tacaala, wadkuruu xasuusta haddana reer binu israa'iilow, hadda nimanka saan horuu soo sheegnay, siminka nabigeena calayhi salaatu wasalaam yahuudi joogtay ayaa lagula khidaabayay. waxaa yeele wixii aabbaadoodii sameeyeenaa lagula khidaabaya, aa loo sheegayaa. maxaa yeele waxa aabbaadooda ay sameeyeen dadkoodii hore dembigii ay galeen ayay raalli ku ahaayeen. dadkuna hadda waxa weeye markasta waa taagan tahay arrintaasoo dad hore dunuubay galeen, haddii maanta raadkeedii la raadinayo saxay ku ahaayeen la leeyahay. hadda dilkan la islaynayo soomaalida haddii la yidhaahdo waxay ka dhaxashay aabbaadoodii horey ka dhaxleen, in qabiil qabiil ay isu dilo, dadku qabaa'il ay kala ahaadaan, reer hebel la yidhaahdo, fulaan la dhaho, isla markaasna intaasuna col ay wada tahay oo aabbaadii hore isi soo lay jireen, dadkii yaryarayna markaasi oo jiilalkii dambe waxaas lagu abuuro, waxyaaba markaasi halkaas ka yimaada weeye. haddii marka raalli lagu noqdo waxay noqonaysaa ayadoo wixii dembigii la galay oo dembigii dadkaasu ay sameeyeen ee la gelayay, iyadoo la gelayay ka dhiganta. maxaa le shayga macaasida qofkii raalli ka ah asagoo galayay ka dhiganta. waxaas markaasi jaahiliyada ah iyo dhaqan xumad ah iyo akhlaaq xumad ah oo dadkaas ku soo dhaqmaayeen in beri laga naqdo ayaa loo baahan yahay, oo dadka markaasi waqtiga ay joogaan inay wax fahmaanoy aqoon yeeshaanoo waxa xun ay ogaadaan oy ilaahay u soo noqdaana loo baahan yahay. haddii la yidhaahdo waddadii horaanu hayhaynaa, hadda waa uun maaragtaya sida qoom nuux oo kale ogtegi doonaahe, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku halaagay wixii markaasi aabbaadoodii ay samay jireen ayagana ay kala dardaarmeen. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, xasuusow dhahay oo fiiri hadda qur-aanka, nimankan hadda waxaan la dhahaayo niman markaas ayagu arrintaas haaya maahan, laakiin wixii markaasi aabbaadoodii ay ku kici jireen waaye, ayaguna markaan raalli ay ka yihiin. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, wadkuruu xasuusta id waqti qultum aad dhahdeen udh ilaahay, waqad kharajtum maca muusa, adinkoo nabi muuse raacdeen si aad ugu cudur daartaan dadkii maaragtay dibiga caabuday, ood ka cudur daaratiin idinkuna kalaamkii nabi muuse aad dhegaysateen. asbaabtiibaa hadda la caddaynayaa, arrintaasna waxay aheedaa la yidhi towbadoodii markii la aqbalay laguna aqbalay sidaa hadda aan soo marayno ay islaayeen, ilaahay nabiyullaahi muuse wuxuu waxyooday, qoonkaaga waxaad ka qaadaa 70 nin ka qaad, 70 nin ka soo qaad oo aan ayagu dibiga caabudin, waxaadna fartaa inay dharkooda dahiraan, bidinkooda ay dahiraan, iyo inay ku raacaan oo jabalu duur ay ku raacaan duuru siinaa meeshaas, si waxa weeye ay ugaga cudur daaraan dadkii markaasi dibiga caabuday, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay istikfaar weydiistaan
ay u toob ay u noqdaan nabiyullaahi muuse markaasi waxa weeye 70 uu ka doortay ee jabal duur ay u raaceen meeshaas markii la tagay daruur ayaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala buurti soo saaray nabiyullaahi muuse halkaas ayuu galay kaliimullaahi uu ahaay ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu waxyoonaay kalaamki ayaa la maqashiyay markaasi kalaamki ilaahi maqleena la yiri kalaamki ilaahi markay maqleen oo arintaas nabiyullaahi muuse uu soo faaruqo loo waxyooday ayay markii uu soo baxay waxay yiraahdeen lan nu'mina laka hatta nara laha jahratan annagu ku rumaymayna ilaa alla aanu ka arkayna yiraahdeen haddii ilaahi yiraahdo si xoog lehna waxaan ugu tegi doonaa suuratul ahraf aan ugu tegi doonaa waxaa la wariyay weliba ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ku dhahay innii ana allah laa ilaaha illaa ana anigu alla ayaan ahay ilaah kalena ma jiro akhrajtukum min ardi misra arlada masar ayaa idinka bixiyey biyadin shadiidatin weeye gacan adag idinkoo ku jirteen ee facbuduuna aniga ee caabuda walaa tacbuduu kayrii kayrkii caabudina waxyaabahaasay maqleenaa la yidhi markaasay waxay yidhaahdeen waaba inaan markaasi alla annaga nala tusaba macnaha waxay yidhaahdeen nabi muuse waxay ka dhigaayaan wax asagu ilaahay soo arkayo arinta asagu la khaali noqday markaasay waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina laka kuu rumaymayno xataa nara laaha alla intaanu ka arkayna jahratan si cayaanaho loo jeedo ilaahay intaan ka arkayno fa akhadatkum dabeedna waxaa idin qabatow dhah ilaahay macnaha aabbaadoodii oo aa ilaahay ka wadaa kuwa hadday joogaan isiminka nabiga assaaciqatu saaciqadii idin qabatay waxaa la sheegay saaciqadatan qaylay aheeda malaga ku qaylshaa la yidhi ama waxaa ku soo degtaan naar markaasay gubtaa la yidhi fa akhadatkum dabeedna waxaa idin qabata assaaciqatu qayladiyaa idin qabatay weeye markaasaad dhimateen way dhinteen weeye walxaal antum idinkuna tanduruuna aada fiirinaysaanoo waxa idinku degaya aad u jeediin macnaha dhimashada markay dhimanayeen si murataba oo waaxidan bacda halaa dhimanaya kuwii kale waa arkayaan kii kalaa dhimanaya waa isu jeedaan kii kalaa dhimanaya saasaa markaasay halhal ayagoo isugu jeeda halkii uu dambeeyo u dhintay meeshaasay ku nagaadeen ayagoo amwaadahoodhi dhintay maalin iyo habeenay dhinsanaayeen oo midka xayigaane midka meydkaa uu fiirinaayo kabacdiyaa la soo nooleeyo ilaahay waa noo sheegayaa mawtadaas marka waxaa la yidhahaa mawtatu tacdiib mawtadu qaybaha ay u qaybsamayso insha allahu tacaala suuraddan aakhirkeeda markaan qisada cusayr aanu gaarno ayaanu insha allahu tacaala soo qaada doonaa waxaa jirta wax dhinto haddana soo noolaadaa jir oo markastana adduunka suurtagal waayo oo hadda waqtigaas kaliyahay aheed la dhihi maayo mawtadaasaa waxaa la yidhahaa mawtatu tacdiibaa la yidhaah iyo mawtatu lictibaar iyo mawta xaqiiqiya waayo mawtada xaqiiqida waa midda qaalibka ahoo cidda dhimata oo isan soo laabanayn mawtatu lictibaarna waa tii markaasi cusayr maaragtay boqol sano markaasi ilaahay uu dilay fa amaatahu llahu mi-ata caamin waa ku tegi doonaa middaan qoladan reer binu israa'iila ku dhacdane mawtadaas waa mawtatu tacdiibaa la yidhaah intaasuna waxa weeye adduunka mar kasta ilaa qiyaamadu ay ka qunto wax dhici kara waay suma bacdiyadowdha ilaahay bacasnaakumaa idin soo bixinay macnaha waa idin soo noolayna weeye waaxidan bacda waaxidin weeye halhal ayaa markaasaa loo soo noolaynayaa si aad u cibro qaadataan oo mawtadan ugu cibro qaadatiin isla markaasna mawtadii xaqiiqada aheeday aad u ogaataan waa la soo nooleeyaa maxaa yeele nabiyullaahi muuse ayaa ilaahay shafaaco weydiiyey inay markaasi ajashooda ay dhammaystaan loo qadiray tanna waxa weeye ay u ahaato cibro ay u ahaato ayaa nabi muuse ilaahay baryey markaasaa la soo nooleeyey marka hadda culimmadu waxay yidhaahdaan 70-kan oo markaasi waxa weeye nabiyullaahi muuse su-aashay in maaragtaya alla ay jahratan u arkaan waa 70-kii loo doortay munaajaadka loo doortay ama ma ahanaa la yidhiye saa'ilkaanu ayaga ma ahaynaa la yidhi ee kuwaan hadda la doortay ee waxa weeye markaasi saciqo ayaa ku dhacday haybada ilaahay ru'yana ma aysan su-aalanin maxaa yeele dadkii reer binu israa'iil kuwii fiicnaay ahayn oo qolooyi qolo kale ahayn waa la yidhaahdaa laakiin hadda waxa weeye wax hadda maaragtaya nasahoo caddaynaa ma jirtee laakiin inay hadda uun qoladaas ay markaasi ay saas u dhinteen ayaa ilaahay noo sheegaya subxaanahu wa tacaala hadalkuna ayaga uu ka soo baxay haddana alla wuxuu dhahay suma bacasnaakumaa idin soo bixinay min bacdi mawtikumow ilaahay dhimashadiinaas bacdiyeeda mawtadaas oo mawtatu tacdiibka ahaa laga wadaa lacallakum inaa tahtaduuna lacallakum inaa tashkuruuna aad shukrisaan
oo nicmadeen aad ku shukrisaan maxay la soo bixintaan la soo bixiyay oo aan markaas saas aysan geeridaas ugu tagin nicmo waay nicmo kastana waxaa la rabaa in lagu shukriyo alraba allah hadana wuxuu dhahay wadalalna waanu hareynay alaykum korkiina alqamaama daruurta ayaanu ku hareynay waanzalna waanu dejinay alaykum korkiina almanna malab cireedka ayaan idinku soo dejinay iyo wasalwaa shimbir ka xawsnay waxaana idiin dhahnay kuluu cuna min dayibaati maa shaykiisa diibka oo xalaasha rasaqnaakumaa idinku arsuqnay wamaa dalamuunaana ma aysan dulmina u dhah ilaahay walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiya u dha ilaahay allah wuxuu dhahay haddana subxaana wa tacaala wadallalnaa waanu hoosina u dha ilaahay waqtigii maaragtay tiiha ay galeen waaye haddii ilaahay yidhaha tiiha waxaan ugu tegi doonaa waqtiga ay galeen maaragtaya iyo waxyaabihii sababihii keenay suuratulmaa'ida aan ugu tegi doonaa haddii alla yidhaahdo marka ilaahay wuxuu ka waramayaa nicmooyinkii la siiyey oo hadda maaragtay waanu ku tegaynaa waxba hadda inaan waqtiga sii qaadna maahan nebi muuse markii loo waxyooday magaalada la yidhaah ariixa oo ku taala falastiin qoonja baabiraha joogi jiray markaasaa dagaalkooda u diyaargaroobaa la yidhi nebi muuse iyo qoonkiisa markaasaa waxa weeye 600,000 ciidan ah ayuu watay markii maaragtay halkaas ay gaareen waadi oo maaragtay waxa weeye shaam iyo masar u dhexeeya waaye oo markaasi ku fadhiya 9 farsakh ku fadhiya halkaasi isaga nigaadeen 4 maaragtay sano ayay markaasi halkaas joogeen ku wareersanaayeen macnaha dagaalkii ay diideen insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa si bayaan waxaan ugu tegi doonaa suuratul maa'ida aan ugu tegi doonaa marka halkaasay mutaxayiriin ku ahaayeen socday bilaabayeen maalinta awelkeeda habeenkii markii la gaaro waxay arkayeen meeshii socodka ka bilaabeen ayagoo jooga sidaas ayaa markaasa arrintooda ay kusii socotay marka ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wadallalnaa waanu hoosinow dha ilaahay calaykum korkiina alqamaama daruurti ul ilaahay saxaabka ayaanu idinku asurnay oo saxaab raqiiqa daruur oo jilacsan ayaa qoraxda laga xijiyey waqtiga ay tiiha ay ku jireen haddana tiiha noloshii ay ku hayseen ayaa ilaahay ka waramo alla wuxuu dhahay waanzalnaa waanu dejinay calaykum korkiina ul ilaahay almanna malabkii ayaanu kusoo dejinay malab cireedaa la dhihi jiray iyo wasalwaa shimbir ka xawsnay waxa weeye waxaa la yidhaha dayru samaani iyo baalkaas ee tarnajabiinka ayaa lagu soo dejiyey oo waxa weeye waxa uu imaanayaa subax ka subax ayuu imaanayaa markaasuu waa imaanayaa shimbir ay iska qalanayaan ayagu iyo markaasi malabkaas ay iska cunayaan amase salwuhu waxau ahaya hilib oo la solay oo u imaan jiray labadaba waa la yidhaahdaa dabayl oo maaragtay riixul januuba oo dhankaas markaasi januubka ka imaanaysa ayaa maaragtay u keeni jirtaa la yidhi marka hilibkanu isagoo madbuuqa oo karsan oo solan ayuu imaa jiray waa la sheegay ama ayaga ayaa markaasaa gacmahooda ku karsan jiray dayrkaana waxa uu dayr macruufa ayuu ahay weeye marka labadaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala risqooda uu ka dhigay ayagoon waxba aan shaqaysanayn ayaa risqooda isaga imaanaya risqigii sidaas ahay ayay haddana ku kibreen waazalnaa waanu dejinow dhi ilaahay calim kurkiina almanna mannihi ayaanu kusoo dejinay malabka cirka iyo wasalwaa hilibkii solnaay waqulnaa usoo qadira waxaan idii dhahnow dhahay alle kuluu cuna reer banu israa'iilow min dayibaati maa shaykiisa diibka oo xalaasha rasaqnaakumaa idinku arsuqnay waxaan idinku arsuqnay iska cuna ha kaydsana oo biri waxbaha u dhigana markuu idii yimaada iska cuna weeye sidaa markii la yidhi nicmadii way ku kufriyeen amarkii ilaahay way jebiyeenoo way kaydsadeen hilibkii ay kaydsadeen iyo yaaratay mannihii markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka gooyay ayagana maxaa yeele nicmadu waxay rabtaa in lagu shukriyo nicmada haddii lagu shukri waayo waxaa imaanaya markaasi in nicmadii layska gooyo oo musiiba ay timaado ayaa imaanaysa amarkii ilaahay sidaasay markaasay u khilaafeen marka maxay tahay arrintaas dulmi ay sameeyeen weeye dulmiga ay sameeyeen dulmi ilaahay wax ka dhibaayo oo alla u noqonaayo ilaahay saameynaayo ma ahan markaasuu dhahay alle wamaa dalamuuna nama aysan dulmin arrintaas naguma dulmin annaga macnaha dulmigoodu nama saamay kara weeye ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala lama lura lamana anfaco walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen udh ilaahay anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmi ayaga naftooda dulmiyeyo dulmigaas cadaabka ka dhasha ayaga ayuu ku soo laabanayaa lianna wabaalahu calayhim weeye baaski ka yimaada dulmigaas ayaguu ku dhacayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax saamayna oo alle subxaanahu wa tacaala uu ku yeelanayo ma laha haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala
واذكروا حصوصا إذ وقت قلنا أن دهنو ده الله دهنا سبحانه وتعالى وبعد خروجه من التيه مركي تيه كبحين ويأفرتن سنكو جيران ادخلوا قال هذه القرية قريضا أوتنا قرية سو بيت المقدس أي هذي أمام قال هذا أريح لي أي هذي أيضنا مركز فلسطين كتال إلى يحور سبحانه وتعالى واذكروا حصوصا إذ وقت قلنا أن دهنا ادخلوا قال هذه القرية قريضة أوتنا قال هذا إلهي سبحانه وتعالى قائل كانوا وحوي إلهي سبحانه وتعالى على لسان موسى يلوغ ليه نبي موسى لسان كيس يلوغ ليه أيقو تيه كجرة بطريق الكشف وي معناه وحوي مركا تيه كبحدين وأفرتا كان سناء دماته مقال داس بيت المقدس قال أنبا أريحة قال وي مركا سودا يلا سبحانه وتعالى واذكروا حصوصا إذ وقت قلنا آن دهني ادخلوا قال هذه القرية قرية أن أوتنا قال فكلوا عنا منها قرية حقيقة حيث ميش شئتم أدونتان رغدا أقلا عذر رغدا أو واسع فكلوا عنا منها قرية حيث ميش شئتم أدونتان رغدا أقلا عنت رغدا أو واسع وما لا إذن كشرع يسنجر وادخلوا الباب الباب كقلع قرية الباب كإليه اللي قلع يقلع سجدا حالتين كو سجودا وادخلوا الباب باب كقلع سجدا إذن كو سجودا معناه وحالة قوضا إذن كو مركاسي خلوع آيو هوابان آيو سجود هذا وجيغا لولك لسارة لكن ستا والو عاكو غلا يالير على صورة الراكع ومعنى ركوع عمل أيو مركاسي غارسن أيها لقوضا علماء بعد وحين حتى سجود حقيقة واي ووال الجبهة على الأرض أما سجودا واتوالو عالير أو إلهي اللي سدو لي انت بوالير هذا وقولوا نهانا مركا قليسان مقالة حدة مسألة أسوق الدل أنك سؤاشين وحانو دوينين حدة دين بهوبس واي إن دنبغانا لكاترترو سيدا مركا يشانو الإلهي نغفر لكم وانو إذين دعفين خضاياكم دنوبتين وإذين دعفين نغفر لكم وإذين دعفين ما يغفر الله وإذين دعفين لكم إذين خضاياكم دنوبتين أدنا على وحودة وسنزيد وأزياد دونا المحسنين كوا ونا قفلا أو إنت الله فري قولدي كسي زيادة أو وحك الله خير سميسان وأزيادين وسنزيد وأزياد دونا المحسنين كوا ونا قفلا سيدا مركا عندنا الإلهي فبدل الذين كوي بدلين ظلموا ظلم غفري بالقول الذي قيل لهم ويقول كل ودهي او اهي مركاسي مقالدا قال امارتيا اذن كو توادعيسين وحاد نتيرادين مارتيا مسالتنا حده وي بدلين فبدل الذين كوي بدلين ظلموا ظلم غفري او ظالمين تاهي بالقول قول كوي بدلين الذي قول كاسو قيل لهم لو يري قولا اسو قدر قولي كبدلين قول كاسو غير الذي كي غير كيسا غير لهم لونا فبدل الذين كوي بدلين ظلموا ظلم غفلي وعسو قدريسا بالقول قول كوي بدلين الذي قول كاسو قيل لهم لو يري قولا قولي كبدلين او غير الذي كي غير كيسا كي انا هين قيل لهم لونا ماشي ليري مثلا وقولوا حده وحيدهن حبه في شعره حبه شعيره دونينا وقمديا ربنا ماشي ليري مركاسي قال مقالده أذنكو توالع عينه ودخلوا يسعفون على أساهم أيقو الضباد كجرجورنا يه أو الضباد بريدة كسقية أي مقالة قالين سأمرك يالين على وحول أي فأنزلنا وان ودجني على الذين كوي ظلموا ظلم غفلوا إلهي رجسا عذاب أيان كسود الجني من السماء صمد أو سود الجني فأنزلنا وان ودجنوا إلهي على الذين كوي ظلموا ظلم غفلوا والعظاهر مولع المضمرا كجرته ومبالغة وي شأن قوض السوء حيهي رجزا عذاب أيان كسود جنو حال قوضا طاعون طاعون كاسو حوي هل ما الموت طلباتهم كون كدلالير محايلة عذابك عذابك نوع كسو كوي ماذا مركا ورانا واتو هاد أنسو مرينو دل أو استلان أو هاي مركا نهد نوع حوي عذابك لوايو أمرك إلهي مركي جبيين طاعون إلهي كو عذابي فأنزلنا وانو دجنو إلهي على الذين كوي ظلموا ظلم غفلي رجزاً عذاب أيان من السماء سمد وقسود الجنة بما كي سبب كي صور إلهي كانوا يهادين يفسقونك وفاسقوه بما كي سبب كي كانوا يهادين يفسقونك وفاسق بسواء فسقهم وي داعاد إلهي بيكبحين مركاسا ساعت كالي هذا تضباطاً كن أمبا كبباً أيا مركاسا داعون إلهي وقدلي وحاسنا وحي كدران أيان معاصدة وحبع عيوراً أو عذابه أو أمبا إسدلة أمبا مارتيا عذاب عاديئة وهو كذا لنا يا معاصي ذا الجلاء. 10 كين أنت سوق أجي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.